تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. ملا إن رحمة البارح أول منك خرجوا البارح قالت لي راه أنه وقع لها شي إشكال هذا شي تلميح في وجهها وفي يديها قلت لها غيدخل تدخل هي وناس عندي هنا باش نسمع شنو وقع لها معاه باش نقولوا شنو يخدم معاه من يسالي مع هاد الناس إن شاء الله تعالى من سالي أدخل يدخل عندي بجوج ومن ديك الساعة نبرسوا الحالة ديالها نقول شنو غيدير صافي واضح أمور ياك الله قريب من المحسنين. نعم شكون عندك بقعة أرضية وكتفكر كيفاش تبنيها بلا صداع الراس وتصبر زيت وتضيع الوقت زين زين أهو يا قلتلو من اللي خصني نتكلم على ود حسنة ملي سالي مع هاد الناس دخل عندي بجوج ونشرح له بين فهم منه شنو كاين باش كان شي حاجة نقول شنو خصو يدير صافي صعيبة هادي سيدنا طيب بسم الله نبداو ان شاء الله حتى وقع لك شي مشكل داخل شي حاجة وقعت ياك في البانيو حجاب محلول مسدود انت اللي حليته واحد كان طويل وواحد كان مرض ماشي ماشي واخا طيب خير ان شاء الله يلا بسم الله غتمدي بجوجكم بجوج حتى انت يا ام انت اللي فوق وانت عقلت عقلت اللي تاثرت بها عندها معقود في المعده في المعده انا واخا يا رب اللهم امين خير خير ان شاء الله لا اله الا الله ربنا واذا اذقنا الناس رحمه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته والتابعين وسلم ربنا تسليما كثيرا. الحمد لله الذي بحمده يتم الصالحات. نحمد الله جل وعلا على كل حال ونعوذ بالله من حال الزيغ والضلل والنار. اللهم لك الحمد في الاولى ولك الحمد في الاخره ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله. نقول الحمد لله ونكثر من حمد الله عز وجل. فحمد الله يفتح الابواب ويسهل الصيام. الحمد لله رب العالمين. بعد معاناه من عقده على المعده تجعل الارق والسهر والالام والاحزان وغيرها كثير. طيب الحمد لله زين وجمل الله تعالى برقيه كانت قبل ربما شهر او شهرين.
حاره كانت فتحا والهاما من الله عز وجل، فكانت موفقه لها تجلى بها العارض مع انها حاولت بكل الاسباب، لكن اسم الله ميت ايضا ميت ولكن الله سبحان الله. الانسان ما هو الا مسخر، اللسان مسخر، البصر مسخر، الجوارح مسخره، كل باراده الله وتوفيق الله عز وجل. لا يستطيع الانسان ان يقول انما وجدته على علم عندي، انما هو من الله. فكانت رميات موفقه بتوفيق الله عز وجل، فتجلى بها العارض لاول مره، وبفضل الله كان النوم بفضل الله عين. ولكن كانت لا زالت هناك امور لابد ان نقف عليها، لان كانت تلك الجلسه وسافرت الى اوروبا الى فرنسا. واليوم بفضل الله عز وجل كان لها حمام اعشاب، قبل الدخول هنا، وفي حمام الاعشاب استخرجت بفضل الله عز وجل جوج حجابات، حجابان كتابان من السحر ألقيا سبحان الله. المكان لم يكن فيه شيء نظيف واضح بفضل وظاهر، فألقي فيه الأول مغلق وواحد مفتوح، حجابان جوج الأصحار بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني طلاسم واضحة في كتاب مكتوبة على أوراق كانت متنية، فتحت الأم بيدها والدتها، والآخر كان شبه مفتوح. فحكمة الله عز وجل كبيرة ورحمته عظيمة على المؤمنين. ولهذا أنا أقول الإنسان لا يسلم الإنسان ولا يكف عن الدعاء، دائما يسأل ربه سرا وعلانية، لأن الدعاء عظيم جدا. الله عظيم، مهما أغلقت الأبواب واشتدت المحن، الدعاء ثم الدعاء، الدعاء ثم الدعاء، الدعاء عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أحباه الله واصطفاه واجتباه وأيده، كان يرفع الأكف ويدعو دعاء حتى يسقط الرداء على كتفيه صلوات ربي وسلامه عليه. فالإنسان يكثر من الدعاء في السر وفي العلن، في السفر وفي الحضر، في المشط وفي المكره، في كل وقت يكون اللسان دائم الدعاء، لأن الدعاء عبادة وأنت دائما فائز بالدعاء. وأقوام ربما تخلف عن التوفيق والركب والنجاح والسعة والغنى والصحة والسعادة من قبل أنفسهم، لأنهم ما أكثر وما ألحوا في الدعاء. الناس أحيانا تتفاوت القوة، تجد حتى إنسان بسيط وأصبح غنيا، ضعيف صح قويا، ليس عزيز يكثر، لأنه ولجت القلبان، كما قال ابن القيم: من يولج في القلبان يشك يفتح له، فيفتح الباب بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، فيفوز وينتصر بفضل الله عز وجل ويعز ويرفع. لهذا الإنسان ما يقللش من شأن الدعاء، إنما الشيطان هو الذي ينسينا الدعاء، الشيطان هو الذي ينسينا الدعاء، الشيطان هو الذي ينسينا باب الدعاء وجانب الدعاء. فوجب على المسلم، لأن يكفيك من الدعاء سبحان الله العظيم، أنت ترفع باليقين، فترى أشياء ما كانت تخطرك على بال، سواء في أحباب أو في أعداء، سبحان الله، فيما تراه وفيما لا تراه، فيما ترقبه. الدعاء يأتي بالعجائب، يأتي بالغرائب. الدعاء يدفع عنك الشر، يدفع عنك السوء، يدفع عنك الفتن والمحن، سبحان الله. يكون البلاء نازل فيرفع الدعاء، أي نعم. يغير الله جل وعلا من حال إلى حال بالدعاء، يبطل السحر بالدعاء، يكشف الأعداء بالدعاء، يبسط الرزق بالدعاء، يكشف الكرب بالدعاء، يستر العيب بالدعاء، يورث الإنسان القبول، يجاوز عليه بالدعاء قبول. إذن الدعاء سلاح عظيم جدا، لا يحتاج منك إلى أي شيء، فقط الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل. الإنسان يكثر ويلح الدعاء على ربه في الدعاء، حتى
تفيض عيناه بالدمع. هذه عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل. الإنسان إذا أكثر من الدعاء حتى شعر بخفة وشعر ببكاء، هذه نعمة عظيمة جدا. لو سجد وطال سجده ويكتم الدعاء، هذه نعمة عظيمة جدا. رفع يده ويكتم الدعاء، هذه نعمة عظيمة جدا. قدم بين يديه الدعاء صدقات وبركات ونصائح، هذه كانت نعمة عظيمة جدا جدا جدا. واعلموا أن الجن والشياطين تعلم صدق وسر الدعاء، واعلموا أن الله يؤيد بالدعاء ملائكته، يؤيد عباده بملائكته سبحانه وتعالى، يؤيد بالملائكة. لا بد أن نفهم أن الدعاء كأنك حرب، حينما ترى لك العدو لا تستطيع الوصول إليه تفردك إلى القوي سبحانه وتعالى. حينما تحجب عنك أسباب الفتن لا تعلم حالها، تفردك إلى من يعلم حالها حقيقتها واقعها. إذا الدعاء سر عظيم جدا، والشياطين تعلم هذا، والأبرار الصغيرة تعلم هذا سبحان الله العظيم. الجن والشياطين تعلم هذا، والملائكة ملائكة الله سبحانه وتعالى تؤيد كذلك بالدعاء. الملائكة تؤيد بالدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه. الدعاء. ولهذا نقول لكل جني ألقى هذا السحر فجزاك الله تعالى جنة إذا كنت مسلما أو مسالما. إذا كنت مسلما جزاك الله الجنة. من يسمع هذا الكلام واتعظ بالوعظ والقرآن والبيان فألقى السحر الذي كان في الجوف، كان في مكان على البدن يعذب الجسد، من جاء به؟ والله بالله وتالله لا يستطيع إنسان بقوته أن يتحرك إلا إذا شاء الله عز وجل، ولا جان إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وتستطيع الصحراء أنها تربط عقلك وفكرك وفهمك وتحبس ذكاءك ونشاطك وقوتك وتصنع فيك الأثار العظيمة جدا بخبر الله طبعا. وتأتي الفرج بإذن الله ورحمة منه، يؤيد الله ملائكته وجنده، أو يأتي الله من كانوا مسلمين أو غير مسلمين مسالمين فيتوب ذاك السحر أو يقتلونه ويخرجونه. نعم، فالحمد لله رب العالمين. إذن رسالتي الأولى: من لم يشكر الله لم يشكر الله، ونشكر حتى الجن أو نشكر المسالمين، بل شكرنا لهم أن ندعوهم إلى الله عز وجل يكونوا مسلمين إذا كانوا مسالمين لكن غير مسلمين. أما إذا كان مسلم فنثبته مع الحق والنور والهداية والنور المبين أن ما جاءوا به فهو حق وفضل من الله عز وجل. إذن هذه الشابة حسدت على عقلها وعلمها وفهمها وذكائها ودراستها وتخرجها وعلى عملها ووظيفتها، سحرت ذاك السحر العظيم الذي حتى يربط كل شيء حتى على جمالها وقوامها وخطبتها وزواجها. وجلاكم الله سبحانه جل في علاه، جلاكم الله عز وجل، وهي شابة لا زالت في العشرين من عمرها، في مقتبل العمر، شابة أصيبت بهذا الداء بهذا السحر، لكن ربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد. الله جل وعلا قال: فعال لما يريد سبحانه ما جل وعلا. فرسالتي الأولى إلى ثعبان النجاسات في الدبر، ثعبان النجاسات في الدبر. لقد ألقي السحر بفضل الله الكريم. رسالتي إلى ثعبان النجاسات في الدبر، لقد أبطل بفضل الله الكريم ذاك السحر، ذاك الحجاب الأول والثاني. الأول أؤكد على الحجاب الأول والحجاب الثاني والسحر الأول والسحر الثاني. الأسحار التي الله أعلم بعددها، لكن ما تجلى هم سحران اثنان. الأقفال والسلاسل كانت على العقل وكانت على اليدين والقدمين. فرسالتي الثعبان الذي كان معقود في المعدة، رسالتي إلى من كان معقود بسحر الحجاب والكتاب
في المعدة. سلمك الله من دائه وسمه، وسلمك الله من سواده وعقده وعهده ووعده. رسالتي إلى من كان يؤثر على الرأس والدماغ والناصية والقافية ويعقد العقد مع الحية، سلمكم الله جل وعلا وهداكم سبحانه وتعالى. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليكم بالتوفيق والإحسان والجود والكرم والبر والإيمان. قلوا آمين. وأن تكون هذه الأمة إن شاء الله في الشفاء التام، وأن ترزقوا برعية ورعاية وحفظ الله تعالى الجنان. قولوا آمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى معنا يسمع ويرى. وأسأل الله أن ينزل عليكم السكينة. قولوا آمين. أن ينزل عليكم الله جل وعلا السكينة. انظروا إلى هذه الحروف ومعانيها العظيمة. أسأل الله أن ينزل علينا وعليكم السكينة. اللهم آمين. والذي أنزل السكينة، قولوا آمين، فلا أرق ولا وجع. اللهم أنزل السكينة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل السكينة يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك السكينة يا الله. فهيا إلى الله جل وعلا، هيا إلى الله، إلى كل ثعبان عظيم مبين، وإلى كل حية كانت سامة وحاسدة، إلى كل من جاءوا بسحر على العقد، من جاءوا بسحر موكل بالعقد، ذاك السحر الذي عقد، سحر عظيم معقود. السحر الذي جاء عليها وعلى بطنها وعلى معدتها سحر عظيم. السحر العظيم الذي هو معقود على بطنها وعلى معدتها، مفهوم؟ فبإذن الله جل وعلا أذكر بإذن الله جل وعلا كل من كان على المعدة بسحر قديم، أذكر بإذن الله جل وعلا كل من جاءوا على المعدة بسحر قوي وبسحر قديم، إلى من كانوا بالسلاسل والعقد والأقفال، إلى من كانوا بالسلاسل والعقد والأقفال، إلى من كانوا بالسلاسل والعقد والأقفال، إلى من كانوا بالسلاسل والعقد والأقفال على البطن وعلى الرحم وعلى المعدة، إلى من كانوا على البطن وعلى الرحم، إلى من جاءوا بالسحر العظيم. أذكركم بالله سبحانه وتعالى، أذكر كل شيطان كان على بطنها وعلى مبايلها وعلى رحمها بحجاب في جوفها، بكتاب في جوفها، بشعر في جوفها، بعقد في جوفها، بدماء في جوفها، بمأكول ومشروب في جوفها، بمأكول ومشروب في جوفها. أذكر بإذن المولى جل وعلا كل من كان على هرم في جوفها، في بطنها، وفي رحمها ومبايلها. أذكر بإذن الله جل وعلا كل صاحب قوة في السحر والكفر كان على النجاسات في قبلها وفي دبرها. أذكر بإذن الله سبحانه وتعالى، أذكر بإذن الله عز وجل صاحب العقدة على السرة من بطن والدتها، أذكر صاحب العقدة التي كانت على الجوف وكانت على البطن وكانت على الرحم من بطن والدتها، أذكر كل كبير جاء بالسحر الأول وبالسحر العظيم، أذكر كل كبير جاء بالسحر الأول وبالسحر العظيم، أذكره طاعة لله جل وعلا، إلى من عشقها وأحبها وتعلق بها، إلى من عشقها فكان يفسد في القولون ويفسد في الأمعاء ويفسد في الأحشاء، إلى من كان يجري بالسموم، إلى من كان ينفث بأنيابه ولسانه، إلى من كان
يجعل الحصون منيعا والحصون قوية بسحر الحجاب والكتاب، بسحر الحجاب وبسحر الكتاب، بسحر الحجاب وبسحر الكتاب. كان يجعل الحصون عظيمة وقوية بسحر الحجاب وبسحر الكتاب، بسحر الحجاب وبسحر الكتاب. كان يجعل الحصون قوية بالطلاسم العظيمة وبالطلاسم القوية. رسالتي إليك وأنت تسمع، رسالتي إلى كل من كان ساحرا، رسالتي إلى كل من كان كافرا، رسالتي إلى كل من كان ساحرا، ورسالتي إلى كل من كان كافرا. رسالتي هو الجواب بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الشيطان، هو يسمع ويرى. إلى الشيطان يسمع وشيطان يرى. عقد العقد سنين طويلة، أعطى العهد على والدتها أن تحزن، أن تحزن حينما ترى ابنتها، حينما ترى الحزن في قلبي وعقلي وصدري وبدني ابنتها. الهم واحد والحزن واحد. إليك وأنت الذكي بتعذيب مشترك، وأنت القوي بسحر وبتعذيب مشترك. إلى كل كبير سكن الأمة وسكن الإبنة، إلى من توارى في الأم سنين وتوارى على الإبنة سنين، إلى من صحر البيت كله. رسالتي إلى أبارسة الظلام والليل، رسالتي إلى أبارسة السحر في الأعياد في الليل في المناسبات الليل. رسالتي إلى كل ساحر يسحر، فكان جنوده الكبيرة والكثيرة تطعم بالليل، تطعم في الليل، تطعم الجوف، تطعم الأعشاء والبطن والمعدة بالليل، تجدد الحصون بالليل. ساحر عليم، ساحر عليم، أخفى السحر، أخفى السحر في بطنها، في قبولها، في دبورها. رسالتي إلى كل من يخفي سحرا حقيقيا قويا عظيما في البطن، كتاب، حجاب، طلسم، شعر، مسامير، يرمي أو يخفي أو يحمي أو يسحر، يكتب، يعقد. قل ساحر عليم بسحر عظيم في عالم الأبارسة وفي عالم الإنس، سحر مشترك ما بين الإنس والجان وشياطين الإنس والجان وأبارسة كبار. إلى ساحر يسحر في الجوف والبطن والبدن لا يعلم به، صاحب البدن لا يعلم، صاحب البدن لا تعلم، وساحر عليم يسحر، يسحر بقوة، يعقد بقوة، يربط بقوة، طلسم بقوة، حجاب بقوة، كتاب بقوة، كفر بقوة، تحريف بقوة، دم بقوة، نجاسات بقوة، مأكول بقوة، مشروب بقوة. فشياطين على الجسد كبيرة وكثيرة، شياطين عقدت على الأب، على الأم، على الإبنة، على البيت، على الزواج، على الخير، على النعم، على البركات بقوة. حسد الأقارب والأقربات بالمأكول والمشروب سحرهم، حسد الجيران والجارات بالمأكول والمشروب سحرهم، حسد الصديقات والأصدقاء بالمأكول والمشروب سحرهم. السحر العظيم والقديم والعظيم والقديم، سحر عظيم قديم قديم قديم، في زواج الأم قديم، في حمل الأم قديم، في ولادة الأم قديم، في نفاس الأم قديم. أخذت الإبنة من بطنها سر عظيم، أخذت الإبنة من بطنها سر عظيم، إبليس عظيم، شيطان عظيم، عاشق عظيم، سر في بطن الأم، في رحم الأم، في مبايض الأم، على الأم وبنتها، على الأم وزواجها، على الأم وزوجها، على الأم وأبنائها، على الأم وبناتها، سر عظيم عظيم في الإبنة والأم. السر والسحر العظيم خدامه يسمعون، وحراسه يسمعون، ثعابين وطير وحيوانات وحيات. فاسمع واعلم، إلى كل ساحر خفي قوي، إلى كل ساحر خفي قوي على الجوف والمعدة، إلى من يجد في الظلام في المنام، إلى من يعقل في الظلام في المنام، من الخيشوم والفم، من الخيشوم والأنف، من الخيشوم والجوف. فاسمع واعلم، ساحر عليم هبط على قبل ودبر، اخترق القبل واخترق الدبر، استقر في نجاسة وحمد ونفاس. إلى من يسمع الآن، ساحر عليم شيطان، ساحر عليم الكهان، ساحر عليم كبار الأشرار، ساحر عليم يسمع الآن. إلى من سحر الأمة
واصغر الأبناء واصغر البنات في بيت واحد، في فراش واحد، في حبل واحد، في نفاس واحد، في رضاعة واحدة. إلى من يسمع الآن؟ إلى ساحر يسعى وكل بالأمة في جمالها، في حسنها، في قوامها، في حملها، في ولادها، في رضاعتها. إلى وكل بالأم على فراجها، جماعها، زوجها، ابنائها، بناتها. إلى وكل بالأم على تربيتها، على جمال ابنائها. إلى وكل بالأم 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 يسمع. إلى شيطان 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 شيطان. إلى كل ساحر عليم بسحر عظيم، سحر الأقارب المأكول وسحر الأقارب المشروبة، سحر الأقارب المأكول وسحر الأقارب المشروبة. السحر الذي جعله في جوف الجان، في جوف الجان، في بطن الجان، في بطن الجان، في بطن الجان، في جوف الجان، في جوف الجان، في جوف الثعبان، في جوف الثعبان، في جوف الجان، في جوف الثعبان. إلى شيطان يسمع، إلى شيطان يسمع، إلى شيطان يسمع. جا 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 جا. إلى شيطان يسمع، 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 إلى شيطان يسمع. إلى جا 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 جا. عذب سنين بالمأكول، عذب سنين بالمشروبة، ربط سنين بالمأكول، ربط سنين بالمشروبة. جاء قوي عقدوه شيطان، قوي عقدوه، جاء قوي عقدوه شيطان، قوي عقدوه، جاء قوي عقدوه شيطان، قوي عقدوه. بالمأكول معقول، بالمشروب معقول، بالمأكول معقول، بالمشروب معقول. بالجد والجدة على الجد والجدة على الأب والأم على الأبناء والبنات على الأحفاد. جاء جاء جاء. بالموروث، بالموروث معقول، بالمأكول القديم في بطن الجد، في بطن الجد، في بطن الأب، في بطن الأم. مأكول مأكول مشروب، مأكول مشروب في الطعام، في الشراب، في الطعام، في الشراب. سحر عظيم 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 بالدم عظيم 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 بالخيط عظيم 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 على نفاس عظيم. سحر قوي عظيم، سحر قوي متين، سحر قوي عظيم. مأكول 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 في الظلام، في المنام، في اليقظة، في اليقظة، في الأعياد، في المناسبات، في النساء، الرجال. مأكول 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 من الأقارب والقريبات، مأكول مأكول من الجيران والجارات. مأكول 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 مشروب، مشروب قوي 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 عظيم. بالحقد قوي، بالحسد قوي، بالحقد قوي، بالحسد قوي، بالتعدي بالتعطي قوي، على العلم قوي، على الفهم قوي، على الذكاء قوي، على التخرج قوي، على اللباس قوي، على العمل قوي، على المال قوي، على الأب، على الأم، على البر قوي. جا 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 جا. نعبد شيطان، نعبد جان، نعبد شيطان، نعبد جا 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 جا. نعبد شيطان، نعبد بالمأكول، نعبد بالمشروب، نعبد بالمأكول، نعبد بالمشروب، نعبد في المعدة، نعبد في المعدة، نعبد في الأمعاء، نعبد في الغبر، نعبد في الدبر، نعبد في النجاسات، نعبد جا 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 جا. نعبد شيطان، نعبد جا 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 جا. نعبد شيطان، نعبد ثعبان، نعبد ثعبان، نعبد ثعبان، نعبد. تحل القيود بسم الله، 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 تحل القيود بسم الله. على الأم قيود، على الإبنة قيود، على الأم قيود، على الإبنة قيود، على الأم قيود خفية، على الأم قيود خفية، على الإبنة 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 قيود خفية، على الإبنة قيود خفية، على الإبنة على الإبنة قيود خفية، على الإبنة قيود خفية، على الإبنة قيود خفية، على الأم قيود خفية، على الإبنة قيود خفية، على الإبنة قيود خفية، على الأم قيود خفية، على الإبنة قيود خفية، على الإبنة قيود خفية، على الإبنة قيود خفية، على الأم
خيرات خفيه على الابنه، خيرات خفيه على الارض، خيرات خفيه بالسحر خيرات، بالسحر خيرات على الام خيرات، على الابن خيرات، على السحر بالسحر خيرات، على الام خيرات، على الابن خيرات، بالسحر 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 خيرات، بالسحر بالسحر خيرات، على الام خيرات، على الام خيرات، على الابن خيرات، بالسحر خيرات، على الام خيرات، بالسحر خيرات، على الام خيرات، بالسحر خيرات، على الابن خيرات، على الام خيرات، على الابن خيرات، على الام خيرات، على الابن خيرات، على الام خيرات، على الابن خيرات، بالسحر 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 خيرات، على الام خيرات، على الام خيرات، على الام خيرات، على الام خيرات، بالسحر خيرات، بالسحر خيرات، بالسحر خيرات، على الام خيرات، على الام خيرات، على الام خيرات، بالسحر خيرات، بالسحر خيرات، على الام خيرات، على الام خيرات، على الام خيرات، بالسحر خيرات، بالسحر خيرات، على الام خيرات، على الام خيرات، بالسحر خيرات، بالسحر خيرات، على الام خيرات، بالسحر خيرات، على الام خيرات، على الابن خيرات، جا 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 طيب يا اهل الطيب، جا طيب يا اهل الطيب، شيطان طيب يا اهل الطيب، مع قد بالمكارم عقد، مع قد بالمكارم عقد، مع قد عقد بالمكارم عقد، مع قد بالمعروف بالمكارم عقد، مع قد بالمكارم عقد، مع قد بالمكارم عقد، مع قد بالمشراب عقد، مع قد بالمكارم عقد، مع قد بالمكارم عقد، مع قد بالمشراب 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 عقد، جاء مع قد شيطان مع قد، جاء مع قد شيطان مع قد، بالمكارم عقد، بالمكارم عقد، بالمشراب عقد، بالمكارم عقد، بالمشراب عقد، بالمكارم عقد، بالمكارم عقد، بالمشراب 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 عقد، جا 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 الله الله مع قد شيطان مع قد جا 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 مع قد شيطان مع قد 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 بالمكارم عقد بالمكارم عقد بالمشراب عقد بالمكارم عقد بالمشراب عقد جا 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 مع قد جا 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 مع قد بالمكارم عقد بالمشراب عقد جا 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 مع قد بالمكارم عقد بالمشراب عقد جا 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 مع قد بالمكارم عقد بالمشراب عقد جا 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 بالمكارم عقد بالمشراب عقد بالمكارم عقد بالمشراب عقد جلاله الله بالمكارم عقد بالمشراب عقد جلاله الله بالمكارم عقد بالمشراب عقد جلاله الله بالمكارم عقد قوي 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 حاول السباع في صدرها وفي بطنها قوي تتعزت بقوة حتى صرخ وصعد بالمكروه قوي
لا تنام لا ترتاح. أي نعم جل الله قوي. كنت عز القوة حتى انفجر حتى لا ترتاح. علاش يتقرر تخرج في فرنسا؟ علاش يتعمل وظيفة؟ أم يحسدون الناس؟ قوي مأكول مشروب قوي قوي عذبتها صح ام لا؟ عذبتها وسحرتها. شيطان ساحر معقود. العين القوية الحسد القوي. اسمع 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 إني أعظكم طاعة للحق تبارك وتعالى. ما جئتم به سحر إن الله سيبطل يعضون على أيديه. عهدنا قوي. يعضون هكا كيعضوا. أنا يا ويلنا كشف حالنا. اسمع جيدا، عذبته لله. عذبت هذه الشابة. أنا هم معقودين بلقات قوية جدا. الطريقة باش كانت تتعذب وحدة سخت تطلعوا الآن كلهم كيخرجوا بالعذاب. معقودين. نعم سحر عظيم مأكول ومشروب. أي نعم باش هذه الفتاة هذه حياة الشحيم. لا عمل لا بركة في المال لا زوج لا ولد لا تغيير الأمراض الأرق العزلة ضيق الصدر الاكتئاب النفور للناس صح؟ التعطيل في كل شيء. ويرتقي الجنون الشيخ نحن تسلسلها وتكبلها ومن المصبح عاشق لها مطيب لها ومن المصبح حاسد عنها خلاص تدخل في متاهات الكفر الجن وتغلب الجن. اسمعوا جيدا السحر يبطل بإذن الله جل وعلا. أنا أعرفكم الآن كتسمعوه السحر يبطل بإذن الله عز وجل. يبطل المأكول يبطل والمشروب يبطل. المأكول والمشروب نعم هيا بإذن الله جل وعلا. هيا المأكول والمشروب بإذن الله. كان الله في عوني أصابت. علاش الناس ما كتبالش؟ الناس كتقول لي في الطريق كتبت طريق. طيب هيا يبطل المأكول والمشروب. كتسمعني المأكول والمشروب ما عذبناكم صح؟ ما عذبناكمش وانتم لو بالتعذيب وحبا. فأنا أنصحكم طاعة لله. رسالتي يكون شيطان معقود ثعبان معقود حية معقودة إلى كل من سكنها مأكول مشروب. هيا خدام السحر المأكول والمشروب عليكم قيود تطفأ بإذن الله وتفك وتحل. يبطلها ربي جل وعلا. ربنا رب عظيم غير رب كريم سبحانه وتعالى. رسالتي إليك كن أخا طيبا صالحا صادقا منصفا تقيا نقيا معطاء سخيا كريما كن سبب الشفاء والنور والعزة والرفعة والدواء. فك العقد والقيد والقيود يرحمك الله وأسلم لله جل وعلا. قل لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقد جاءوا بسحر عظيم فجعلوا عليك القيد والقيود حتى تعذب الجسد صح لا؟ فيبطل بإذن الله السحر المأكول والمشروب.
يبقى بإذن الله وتفك كل القيود التي على عظام ومفاصل وجوارح وأركان، تبقى بإذن الله عز وجل. فهي إلى الله. الجن في الجسد معقود، الجن في الجسد معقود، والشيطان مأمور ومعقود، حتى لا تنعم هذه الأبة بالسعادة. الشيطان القوي معقود، شيطان المأكول والمشروب معقود، يتعذب الآن، نعم يتعذب. شيطان المأكول والمشروب معقود، تسمعني؟ شيطان المأكول والمشروب معقود، نعم يبتسم. شيطان المأكول والمشروب معقود، يتعذب بها عذبا شديدا، لأن تصل إلى قلبه وعقله. معقود، شربت كلت سكن خل، أعذب الجسد، مر الجسد، تعب الجسد، فسد الجسد، محق الجسد، خليش يرتاح، ما يسعدش، ما يحس بالحياة، ما يحس بالابتسامة، الفتنة مشاكل. أي نعم، يتعذب لما يسمع الكلمة، لأن هي العهد والوعد، صح ولا لا؟ فهي إلى الله، ويسكن شمالها أكثر من يمينها. هي شيطان، شيطان الحاسدين والحاسدات، شيطان الحاسدين والحاسدات. أسمى بالله جل وعلا وكفى حسدا، قل لله كفى حسدا، كفى حسدا. أي نعم، هذا يحسد كثير. أي نعم، كفى حسدا، هذه الحسد كثير، محسودة. الجسد محسود، الجسد محسود. سمعتم السين؟ هذا ما إشارك القلب اليوم. الحسد، الجسد محسود، محسود. شتي نوع من الألم، نوع من الصراخ، نوع من الابتسامة، نوع من الاستهزاء، كل مجموعة شياطين. الجسد محسود، الجسد محسود. بالعين محسود، الجسد محسود،
تهتمي فيا اقسم بالله. وخلص الجسد محصور، الجسد محصود، الجسد محصود، الجسد محصود. شياطين الحسد، شياطين الحسد قوية. نعم نعم، حسد عظيم وعين عظيمة جدا. والسحر كذلك المأكول والمشروب، كان الله في عونها مأكول ومشروب وعين وحسد قوية جدا، وهي في مقتبل العمر لا تعلم نوع العلة والإصابة الخفية فيها أو في بدنها التي أرقتها وغيرتها. والله المستعان. أي نعم، الجسد محسود. لاحظوا معي نقطة مهمة في الرقية، حينما تأتي برافة جديدة كانت تأخذ دواء التي يكون لها وقع متأثر أقوى، مفهوم نفس المفهوم، لكن سبحان الله تغييرها تركيبها يعطي وقع أقوى على النفس وعلى الجسد في التأثير، وهي مهمة جدا هذه الملاحظة. لو كررتها بقوة جسد محسود، جسد محسود نبرتها وقوتها وخشوعها وسبب الصوت، تشعر بشيء عجيب. المحسود في الشيطان لا يستطيع أن يتحملها، ينتفضون ويرتعدون. طيب، إذا الأمور واضحة وجلية وظاهرة بفضل الله تحتاج إلى رقية قوية في العين والحسد، رقية قوية لهذا الشيطان يتقوى بالسحر، لكن الحسد يجد الخصوم تتقوى وشديد قوى بالعين وتقوى كذلك بالحسد. فإن شاء الله تحتاج إلى رقية عمق شاملة ودقيقة جدا مفصلة في العين وفي الحسد بفضل الله جل وعلا، تخف بها حتى شياطين الحسد تخيط بها بإذن الله، لأنها محسودة وشياطين الحسد عليها قوية جدا. تقول اسمع 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 اشتي، فكانت هناك ابتسامات، ما كان هناك صراخ ولا كل من التحدي، كان هناك صعوبة، كانت تشجعها بشدة صعوبة قوية جدا. أما واضحة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، الله قائم على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلى الله تعالى يجعل قدهم في أهلهم، صلى الله تعالى أن يبطل كل حسد وكل سيف. اللهم آمين. اللهم عليك بالحاسدين والحاسدات والصحر والصحرات أين حسد عظيم يؤثر ويسقط ويضيء الأرض ويكسبها ويزرع ولا يضركم أحد. الحسد عظيم جدا، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتينا حسن بين كل شيء بين النفس والفضاء يغضي حتى الطول حتى الطول حتى المحبة ابتسامة اللون الإقبال حتى الشريف الشراب يغضي حتى حب مطالعة المدرسة وغير أشياء كثيرة جدا. سبحان الله، تلك السنة تفيد البدن إضافية كما الشيطان لك الأقوى أقوى لك مع الشيطان ويصبح عاشقا ويصبح ساحرا ثم حسد فتصبح أمور الإنسان لا يقع كيف يتغير كيف يجري في حلقة مفرغة. سبحان الله، كذلك الثوب الخشائج والقمطعانات ما يكفي ثوب مسلمة ويعيش ما يكفي حتى يموت. هكذا حال المحسود، هكذا حال المحسود يقاوم ويقعد، يقاوم ويقعد، يتخبط ويقعد، يلوم قمة ويقعد، يلوم ويقعد أنا قلت كلمة. سبحان الله العظيم، الله المستعان، الله المستعان. طيب، خير ان شاء الله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله العظيم رب العرش العظيم لمولاي ولكم بشفائه وبدايه وصلاه دار امين.
أم يحسبون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فهمها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. باب وش القبول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم ارزق قبولا في الأرض وفي السماء. اللهم اكتب لنا ولها القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اكتب لنا ولها القبول في السماء في الأرض وفي السماء. اللهم اكتب لنا ولا وللمسلمين والمسلمات القبول والنور في الأرض وفي السماء. رغم أنوف الحاسدين والحاسدات والساحرات، اللهم اكتب لنا القبول في قلوب الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا القبول في قلوب الإنس والجن يا رب العالمين، وفي قلوب ملائكتك يا رب العالمين، وفي قلوب خلقك أجمعين يا رب العالمين. ينتظر أنا في القدم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما أقواها. سيجعل لهم الرحمن. الرحمن. سيجعل لهم الرحمن. سيجعل لهم الرحمن ودا. محبة في قلوب خلقه. أسمعت يا شيطان من الآن تريد أن تجعلها نفورا في قلوب الناس وعداوة حتى مع نفسها، عزلة وضيقا وكربا أرقا وصهرا. اسمع جيدا، تب إلى ربك جل وعلا ولا تفت إلى الحاسدين. أيها الثعبان العظيم المبين، أيها الحيات السامات الحاسدات، إليكم جميعا أسلموا لله جل وعلا، خدام العين والحسد والمأكول والمشروب في الجسد أنيبوا إلى الله. خدام العين عين حارة عين سامة، حرارة عين حارة وعين سامة. خدام العين والحسد والمأكول والمشروب جميعا أنيبوا إلى الله عز وجل، توبوا إلى الله عز وجل. خدام العين والحسد فكوا العقد وأنيبوا إلى الله، فكوا العقد وأنيبوا إلى الله، فكوا العقد وأنيبوا إلى الله عز وجل. خدام العين والحسد فكوا العقد طاعة لله جل وعلا. خدام العين والحسد فكوا العقد طاعة للحق تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. طيب ما بكيش العكس، بكيش الحمد لله تعالى. أن جيسي كيف لا سال الحمد لله. أمي أريد خويا أشو كتعاني هي؟ شنو عندك تعاني؟ الدوخة. ما عرفتش تبين الدوخة. الدوخة ها؟ لا تعيش وهي ساكنة بعيدة عليا. فرنسا. فرنسا. الراجل مريض. دابا فرنسا والضيق. الدوخة والضيق وما كنقدرش. شحال عمرك دابا أنت؟ غير البارح ديال 23. لا إله إلا الله. طيب كتصلي وكل شيء. الدوخة دايما ما كتحيدش منك الدوخة. شويه كتحبس حتى مره كنصلي وما كنقدرش حتى ندير السلام عليكم. ما تقدرش تدوري؟ لا بالدوخه. بالدوخه ما كتوقفش الدوخه، ما توقفش. كتوقف شويه، تقدر توقف ساعه في النهار كله. وشفتي واحد المره واحد الميساج وصحت ماما قالت لي السلام عليكم سكينه، بغيت نعرف واش فيك مشكل ديال الدوخه. كتسولها واش فيها الدخول ولا ما فيهاش. فهمت فهمت. وانت فرقة مع الزوج؟ دابا فرقة، حنا ما باغيش نتفرقوا. وعلاش تفرقوا؟ ما كنقدروش ندرسوا بلاصه وحده. وازكاي عليا. باش كيتهضروا في التليفون مزيان وغير كيكونوا في بلاصه وحده. وازكاي عليا، ملي كنتي متكي متحس بوالو في البطن ديالك. لا انا فاش كندير الرقيه مع راسي مركز مع سكينه، فاش كندير انا الرقيه كنحس بحاجه كتحرك ليا الكتافي في القولون في وجهي. مزيان. لا 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 ل
كتجي ملي كتغمضي عليك كتشوفي عين مرة حتى اليوم غير جيت سدت العين وشفت. شوف دابا الامور واضحه 100% العين والخيوط وجاجه قدام صافي كندير صافي الامور واضحه نعم كلشي مريض انت عقلتي مني باش كنقول العين الحساد كتحسي بواحد القوه كتطلع باش تصرختي اكثر من السحر اكثر العين اكثر من السحر واه اكثر من السحر القوه طلعت اكثر من السحر كنحس داكشي كاين انت مخلطين عليك العين والحسد والسحر مره كيغوت مره كيبكي مره كيتحدى ديك اه فهمتي فيك بزاف وفي الاول البرد بزاف حيت خرجت من البيت وغير هضرتي على العين حس بالبرد حيات الصهد قوه العين الحسد صافي ماشي مشكل سمعي مزيان الامور ما صعيباش تمشي لا غتمشي ماشي غير الدوخه ما كنقدر حتى نوقف دابا شوفي من اللي كيبان السبب كيوصل العلاج انا نقولك شي عاد لا شتي ملي كيوصل السبب كيبان كيوصل العلاج هي دابا خاصنا سمعي مزيان خاصنا ما باغيش العلاج اكيد لو كيتعلموا عادي هذا الامور سهله دابا الحمد لله يعني يوم كامل دوخه الا ساعه في النهار العذاب الاليم تخيل تجيك الشيخه ما كامل دابا البنت كان عندها طبيب اذني داروا لها سحر الصور هذه سي حتى ما داروا لها دابا طبيب اذني ما قدرها والو بدات كتقرا ما زال كانت هذه البنت غتدخل سيوسبو غتدخل في السياسه ديال فرنسا الاغتياليه مسكينه ما قدرتش يعني كانت غتمشي في داك الدبلوماسيه امور دبلوماسيه ولا القانونيه شي غاده مزيان في الدراسه ديالها الاستاذ ديالها كتقرا ثلاثه ديال الناس قال لي ما كتقراش الناس غير واش قلتي غير لا بوز اللي عندي القرايه هي الصلاه غير الصلاه كتقري مزيان ما شاء الله واش قلتي دابا سحروها ودارت بالالام سحروها ودارت ما قدرتش تقرا امبوسيبل حتى باش كنشوفوا كيوقفوا المستقبل ديال الناس اللي كنقول دائما 10 ايام قبل ملي يبدا الحال كنشوف الورقه فيها داك لو سوجي زعما شنو نقرا ما كنقدرش ندور فهمتك شنو انواعك ان شاء الله غتكوني لاباس باذن الله الامور سهله دابا شوف المفتاح ديالك شنو هو سامع مزيان المفتاح ديالك ماشي هو تكون وركوع السحر المفتاح ديالك دابا هو وركوع العين والحسد واخا كنحس السحر اسمعني انا غادي لان ملي غتحيدي منك الطاقه ديال العيون الحسد غادي يسهل عليك لانك تاخذي السحر متقوي بعيون الحسد نشاطي الحسد كثير الحسد كالمره السحر كنكون نهار الحسد كنكون نهار فهمتي انت عندك حتى القوه ملي كدبا نطلعوا نديروا رقيه دابا 10 دقائق على الحسد غتهزي اكثر ما غتهزي في السحر خصنا نحيد لك الطاقه وديك الشحنه وندخلوا عند الاخرين وحتى تبقى الحسد يطلعوا فهمتي اما ما تبع لهم واش غنديروا الامور سهله يا صافي ان شاء الله.